كل عام وانتم بألف ألف خير. استقبلنا إذن سنة 2014 ويعلها دائما إن شاء الله تكون معاكم بخير وأفراح، وكل عام ودبي بخير، وكل عام لكل المقيمين على هذه الأرض الطيبة بألف ألف خير. إذن هكذا استقبلت دبي العام الجديد بهذه الألعاب النارية من برج خليفة، وبعد شوي إذن إن شاء الله بنشوف الألعاب النارية اللي كانت في فندق أتلانتس من النخلة. كل عام وكل مشاهدينا بألف خير، وعسى إن شاء الله هذه السنة القادمة تكون سنة خير وحب وسلام على كل الأمة العربية والإسلامية. دبي أبهرت العالم بهذه اللحظات، خطفت القلوب كعادتها. دبي الساحرة تستقبل هذا العام بهذه البهجة وهذا الفرح. شكرا لكل من عمل على تنظيم هذا اليوم وعمل على أن